اليوم غادي نشارك معاك خمسة ديال الافكار الا خدمت اليوم بطريقه مزيانه غادي تمشي مزيان في الاي كوميرس. تبع حتى الاخر. اول حاجه وهو موقع ديال بيع كتب التلوين للناس الكبار. شحال هذا كنا كنعتبروا باللي الكتوبه ديال التلوين والرسومات عندهم علاقه غير بالدراري الصغار، ولكن مع ازدياد الوعي الصحي النفسي تبين وخرجوا بعض النتائج اللي كيقولوا باللي هاد الانشطه هادو كتحيد التوتر والقلق. داكشي علاش حاول ما امكن تستغل هذه الفرصه ودير واحد ستور خاص بهم. ثاني حاجه هو متجر اللي يبيع منتجات عندها علاقه بالعنايه بالاطفال، بحال الصابون، بحال الحفاضات، بحال الامور اللي عندها علاقه بالالعاب الرياضيه والسلامه الصحيه، وبيان سور حتى الملابس. ثلاثه موقع خاص ببيع كتب اللي عندها علاقه بالتنميه وبالمال. مؤخرا ولا الطلب كثير على الكتوبه، ربما كاين واحد الوعي عند بزاف ديال الناس باللي ضروري خص يكونوا الكتوبه في الدار. داكشي علاش خاصك تستغل الفرصه قدر الامكان. 4 فكره ديال علامه تجاريه في الملابس، في الصيف شورت وتي شورت، وفي الشتاء حاول ما يمكن تخدم اونسومبل اللي يكون بولا كابيش بونطالون لتحت، ولا يقدر يعاونك في هادشي هو انك تشكى على شي موديل من الانترنيت وتقصد شي وزين ديال الخياطه. خامسا هو واحد الموقع ديال بيع الاطعمه في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا واحد البروجي للناس اللي ديجا كيكونش عندهم راس المال كبير ولكن كيعرفوا يطيبوا. انت طيب مزيان وشوف شي شخص اللي عنده موطور يدير ليك لا ليفريزو، تاكوزو بيه في المدينه ديالك بثمن اللي كيكون هابط. ان شاء الله ليا في راسك وبنكرج لكم كامل.